الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا وصفتنا اللقطين المحشي بالخضار والرز، كتير كتير طيبة، صدقوني جربوها ما حتندموا، ومفيدة وكتير مغذية. طلعتها من الفرن، أخدت معي ساعة ونص بالفرن. هلأ بدي أقصها قدامكم فرجيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين السكينة عم تنزل بسهولة. ما شاء الله، ما بقلكن قد الريحة طيبة. فرجيكم الخضار بعد الميلة التانية. شو رأيكم بهالمنظر؟ طلع الرز كيف مفرفد مستوي، والخضرة بعدها محافظة متل ما هي، قطعة قطعة. هيدا اللحم كتير طرية، هيدا الرز. شايفين هالمنظر الرائع؟ اعطوني رأيكم بالكومنتات، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوني اكيد من الاشتراك ليصلك، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، واللايك والكومنت بليز عن المحتوى. على طول الكومنت يكون عن المحتوى، وانا من عيوني بشرف دغري لعندكم، وبعطيكم كومنت كتير ظريف كمان عن المحتوى لإلكم مع تفاعل. وهلأ خلينا نشوف طريقة تحضير اللقطين بالخضار واللحمة والرز. باي باي. هلأ هون غلت المي معي، انا هون ناقعة كباية ونص رز بسمتي بالضبط، بدي اسلقه نص سلقة، يعني انا ما بدي ستوي الرز، بدي اعمله نص سلقة لانه بده يستوي مع اللقطينة. نحط عليها بس نقطة زيت للمعة مع ملعقة ملح، هلا ما تخليها دقيقتين تغلي وبنطفي، لانه انا بدي اياها نص سلقه بس تغلي، بنصفيها بالمصفي. هون بعد مرور دقيقتين انسلق معي رز البسمتي، على فكره هيدا رز بسمتي هيك بدي اياه، شايفين نص سلقه. هلا بصفيه وبتركه على جنب. هلا لعمل البصله مع اللحمه للقطينه، انا بدي اضيف شويه زيت لأقل اللحمة والبصل، يعني قدر ملعتين. عندي بصلة كبيرة مقطعة، بنرش عليها أكيد رشة فلفل أسود، ملح، بتطلع ميتها، بندبلها. أنا هون عندي وقتين لحمة، مكعبات لحمة طرية، إلى اللحام بدي إياها طرية لأنه ما بدي أسلقها. اكيد انا ما ححطها ني باللقطينه لانه بتطول لتستوي، حدبلها مع البصله وبضيفها مع اللقطينه. هلا هون البصله اخذت تشويحه، ما بدي اطول عليها كثير لانه حتستوي مع اللقطين. بنزل هون باللحمه، اللحمه ما بتطلع هلا ملح، لتنزل ميتها، رشه فلفل اسود كمان للحمه. مندبل حشوي للقطينة، عندي حبة بطاطا قصها مكعبات، ما بدي كتر خضرة لأنها هي صغيرة مع رز. هون عندي جزر أحمر، لقيت جزر أحمر بالسوق، أنا بحبه كتير هيدا الجزر الأحمر، قصها بهالشكل. كل القطع بدها تكون متساوية. أورانج،
عندي كوسة كمان دواير، كوساية تانية، طبعا هالبطاطا انا ما برميها لاني بدي اقلي بطاطا اليوم، عاملي فتوش، جزرة تانية، بعد كوساية، فإذاً ثلاث كوسيات صار عنا حسب حجم القرع اللي عندك. عندي وحدة بروكلي صغيرة، قصة شغف، شو عندك خضار حطي، عندي بندورة، بستغل العنق تاع البروكلي مغذي ما برميه، وهون بشمناه، بعد حبة بندورة، حبتين بندورة، رشة فلفل أسود، تقريبا ملعقة ملح بزيادة لأنه اللقطينة الرز فيه ملح واللحمة مع البصل فيها ملح، حط رشة زيت عشان الرز، بخلطهم كلهم مع بعض. هون عندي أنا قرعة وزنها تقريبا 7 كيلو، انت الحجم اللي بتحبيه بتحبي تعمليه، انا قصيت يعني عملتها دائرة بالسكينة قصيتها، شايفين قلبها ما شاء الله، هايدي ما برميها عشان بدي غطيها. هلا هيدا قلب اللقطينة، عندي هون بذور انا رح نضفها، منشيل البذر كله من قلبها وبرجع لكم. هيدي اللقطينة اكيد انا غسلتها منيح منيح، نضفتها من جوا، فرجيكم قلبها شو بنعمل لها، رشة فلفل أسود من جوا، رشة ملح صغيرة، وبندهنها. هلأ هاللقطينة أنا جبت هون صينية أجيكم عليها، حطيت صينيتها بكعبها، حطيتها بالنص. منبلش هذا الرز انا اللي سلقته معكم، بلش اول ملعقة رز، بسم الله، طبقات طبقات، بحط نرجع اللحمة والبصل اللي قليناهم، نرجع الخضار اللي خلطناها المشكلة، بسم الله، هون بنكون محمين الفرن على درجة حرارة 200. نرجع طبقة رز، نرجع بنحط اللحمة، نرجع بنحط طبقة خضار،
واخر شيء بنختمها بالرز. هلا الخضار اللي بقيت عندي فيني اخلطها مع ملعقة الرز ونص كباية مي وستويهن على الغاز. هلا بدنا نحط الغطا. فرجيني بيطبق طبق. هلا بتجي المرحلة الثانية، ظبط انا السليطة هون منيح عليها بالنص. بدنا ندهنها زبدة من برا، بدنا ندهنها زبدة. هذا هون انا مدوبة شوية زبدة خليتها تجمد. بسم الله ندهنها من كل الجوانب الزبدة، لأنه أنا بس كشف السنيتة بتعطيها وش تقميرة، بتعطيها لون كتير حلو. أول ساعة بخليها بالسنيتة بعدين بكشف عليها. لأنه الجوانب كلها تغلفت. نحط الشبكة من تحت على درجة حرارة 200، شايفين ما شاء الله، ومنتابع بالفرن بعد ساعة لنشوف كيف استوت. إذا بدها بعد منخليها، إذا خلصت منشيل السنيتة ومنخليها تقريبا ربع ساعة لحتى تاخد لون.